مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. عدد جديد من فكره سامي فهري، سهره كل سبت على قناه الحوار التونسي. احلى تحيه للفرقه الموسيقيه، فرقه مزيكا بقياده المايسترو خالد بن عيسى. احلى تحيه للجمهور الحاضر معنا هذا المساء. ضيوفنا الجمعه هذه مختار تليلي، يوسف سحري بحري، فنان الشعبي حمود الاسمر، الفنانه القديره درصاف حمداني، ستكون معنا كذلك زازا. مشاهدة طيبة للجميع. عملية السحب الخاصة بالسيارة جولف سيت باش تصير السبت الجاي، الليالي بعده السبت 6 فيفري باش يكون الموعد الخاص بعملية السحب الخاصة بالسيارة متاعنا. أنت اللي تفرج فينا حظوظك تنجم تقويها كيف تبعث لنا اس ام اس، تكتب عليه حرف أ على الرقم 85 810، 85 810. تنجم تبعث من توا اس ام اس سوم السياره نتاعنا الجولف سيت 92 مليون و980. تنجم تكون من نصيبك، تنجم توا تاخذ تليفونك وتبعث للتذكير، فانه السحب باش يصير نهار السبت 6 فيفري. حظ سعيد للجميع. يجي بحذانا باش يقدم لنا كتاب جديد، كتاب باش يحكي فيه على اسرار كره القدم التونسيه. بحب كبير نستقبله مختار تليلي. مرحبا سي مختار، نورتنا، شرفتنا. الله فيك. الكتاب نتاعك وين وصل بالضبط؟ تحت الطبع لو 6 مارس لا سيرج دي ديكاس. مؤكد مؤكد ريزرفاسيون في الليكو موجوده وكل شيء موجود. العنوان نتاعو مون كومبا لي دوسو دو فوتبول تونيزيان، الخفايا نتاع الكره التونسيه. خفية في كلمة دون لو دو سونس، مشرقة ولا المغربة والمشرقة الأكثر؟ المغربة. وعلاش؟ على خاطر عشتهم. البعض قال أنه هذا الكتاب هو نوع من وثيقة التهديد اللي يستعمل فيها مختار تليلي باش ينجم يأثر على الناس، ولا اللي هذا هو عندي عليك دوسيات نكتبك في كتابي، أتو نسامحك تو نحيك من كتابي. على ذاك الكتاب طول لا لا. وبقيت فترة الدعاية ليه على امتداد عام ونص. إيه علاش طول؟ صحيح طول لأنه في الحاجات هذوما فما، أنا واحد من الناس زاد يلزمني نقيس، نوزن ونقيس ونعرف وقتاش نحط الموضوع وشنو الموضوع اللي نحطه وشنو الموضوع ما نحطوش. اثنين جات الكوفيد بليزيور بيي، جات الكوفيد قعدك في الدار باش تكتب، وهذاك اللي عاوني باش كتبت، باش كملت كتبته. كلموك ناس قالوا لك باش تحكي علينا ولا لا؟ لا 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 ما كلمونيش، ما كلمونيش خاطر ما قلت لهمش، ما قلتش شنو الموضوع اللي باش نحكي فيه. اما ليش باش نحكي؟ باش نحكي في المقابلات اللي صارت، في التسيير اللي صار، في التغليط اللي صار في الكره التونسيه. قداش انت كنت مساهم وباش تكون زادة كيف كيف وفي كي باش تحكي على روحك وتحكي على سلبياتك؟ اي لا شوف، الحاجه المميزه في الكتاب هذا اللي قلت على اخطائي الكل اللي ارتكبتهم الكل قلتهم. أكثر خطأ ارتكبته؟ هو عاونت ناس في 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 الامتحانات في أعلى درجة وما يسحقوش باش يكونوا غادي. تحكي على مراد محجوب؟ وغيره. من؟ مدربين اللي تويكا تنكروا لي. كتاب تصفية حسابات شخصية؟ لا أبدا أبدا. كتاب لتصفية الحسابات؟ أقسم بالله وعلى القرآن اللي لا فيه أي حسابات وأي تصفيات حسابات. ودايوغ يا با دي زون باش نقول عليك انت وما نقولش على الاخر، هكا كان في الحاله هذيا ايه يلزم لي 10 كتب مش كتاب واحد. اما والله العظيم في بالله الكريم حسيت حاجات عشتهم. تو هذا الكل تو تسوى في كره تونس في مع الانديه ما فما حد شيء، كل شيء هكا يعمل ايه؟ يبقص؟ ما يبقصش، كل شيء يبقص. التوانسه ما يحبوش يحكيوا على اللي ما يتحكاش، لي تابو ما يحبوش يحكوا عليهم التوانسه. شوف هما سون دي تابو الحكايات هذوما. اي اما انت تضوي على الحاجات اللي تفيدك تو وتخدم مصالحك تو، طبعا حتى مصالح هذه، وتطفي على الحاجات اللي تنجم تقلق صحابك ولا جماعتك. هادي شو نقول لك؟ ما عادش عندي حتى مصالح. مالك المصالح؟ انا تويكا مالك المصالح. انا مالك المصالح؟ مالك المصالح؟ كنت مالك المصالح ومالك الملاعب ومالك الدنيا كلها. تو 19 ايش عندي باش مصالح؟ على اي مصالح نحدثوا؟
المصالح كان مازالت عندي 20 سنه قدامي. اما انا عام 2000 خديت روتريت. فعليا فعليا خديت الروتريت انت؟ خديت روتريت بالقانونية خديت روتريت. اما انت فعليا ما تحتش نهار. صدقني ما تحتش نهار. باهين فلوسهم برج السدريه؟ في الجامعه التونسيه كره القدم مش برج السدريه. باهين فلوسهم؟ باهين كما رئيسهم باهي. رئيس الجامعه التونسيه كره القدم باهي وممتاز وخارق العاده. مادام يخلصك. لا. لا مادام انجز انجز ما لم ينجزه اي رئيس جامعه قبله. شكون اللي قال وديع الجريء سبب خراب الكره التونسيه؟ يشرع ويعاقب وينفذ ويعين الحكام. في شمس افهم 28 ديسمبر 2015. في الحياه المصان تتعارك، الاخوه تتعارك، الانساب يتعارك. اما فما مبادئ. وفي الكره يتعاركوا. فما مبادئ. وفي الكره يتعاركوا ويخرج كلام ماهوش يبقعد ساعات. فما مبادئ. اه فما مبادئ. قد تعارك انا وياك. ايه؟ اما ما نجيش نقول مثلا البارح نقول عليك باهي واليوم نقول عليك خايب. لا مش البارح. 2015. ايه 5 سنين تالي. ايه 5 سنين تالي بعيده. من شكر وذم فقد اقترب ذنبي وكذب مرتين. ما يسالش اما كذبت بيض هذوما توا. اي تقول خراب الكره التونسيه. اي وقتها في حاله حرب لونسكو اني تون غير اني تون غير كسر الدنيا كلها. شو بتكسر في الحرب بتكسرش الكاس هذا فلما هذا. فلما علمنا قديش ولا يقبض من الجامعه اكتشفنا سر تحوله الشديد من معارض لا لا الى مدافع. لا هو لين وصلت قلت انت كان وصلت قلت كان وديع الجري يترشح للرئاسيه انا ننتخبه. اي اي ننتخبه علاش هل اللي تعداوا قبل وترشحوا قبله خير منه؟ من سبب خراب. لا ايش بيه؟ للرئاسيه سلوي كو جو شونج با دافي سي ان امبيسيل. انا جو شونج دافي وقت اللي يلزم جو شونج دافي. لا 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 لاباس عليا. لاباس علي. لاباس عليا لا ما عنديش الحكايه هذه. مختار فلوس. لا فلوس كونت فلوس. ما شنو مشيت للخليج 10 سنين في الخليج ما كونش فلوس. تعيشوا في الزبله الفلوس اللي يعطيهم لي. انت كوارجيه تقول ما يلزمهمش يخلصوا اكثر من 5 ملايين ومن 20 مليون. لا مش 5 ملايين 20 مليون 20 مليون اي 20 مليون ايه. وانت تسمح لروحك باش تتنعم بالفلوس نتاع انا تنعمت في الخليج ما تنعمتش في تونس. في تونس سنوات ما شفتش 7000 دينار. وفي الخليج قداش وصلت؟ 45000 دينار دولار في الشهر. في الشهر 100 مليون في الشهر. اي وصل خذيت 200000 دولار في البريمي سيناتيو وكادوات ودنيا وكادوات ومناقل ودنيا الكل. هي عادي معناتها انت اليوم من اثر الاثرياء. لا مش اثر انا متواضع تونسي خير من الناس واقل من الناس وكيف الناس. عندك قصر في الكرم انت؟ لا ما عنديش قصر. عندي امام لعائلتي هذاك واش عندي. عائلتي كلها ساكنه ولادي كل ساكن معايا هذاك استحفظ على اولادي ولا لا؟ ولا نخلي واحد في الدنيا هذه واحد غادي واحد في ريانا واحد في مقرين وواحد في المنصة واحد لا لا حطهم معايا كل بجنبي الكل نتاع بنيت لهم عمارة عمارة نطلعوا يجوني يهبطوا لي ونطلع لهم يهبطوا لي ونطلع لهم هذاك على خير. وهذا برك عندك بخلف العمارة؟ هادي ما هو خل شوف ما... اللي يخدم على روحه ويخمم يكون واللي يخدم على روحه ويلم ويعديهم في السكه وفي الـ في الـ في الامور الاخرى نتاع الليل يضيعهم. انا لا انا خدمت كونت صارت ساعات شويه في وقت قبل 20 سنه مش توا توا ما عادش باهي. خلينا نرجع للكتاب. اي صحيح اي كنت حاضر مع زميلنا امين قاره في جدي 2 اي واعطيت بعض الحاجات الحاجات اللي قلبت الدنيا. رئيس الملعب التونسي اي المرحوم الهادي النايفر اي عرض عليك رشوه ب 5 ملايين. لا مش هكا اللي صار قلته ونعاوده وكان نمشي مش للحبس نمشي لغوانتانامو مش تونس في حبس تونس في غوانتانامو نعاوده قبل الماتش عام 75 في تو انا في صفاقس جاني صاحبي قام معايا ولد حومتي قال لي انا استغربت كي شفته باش تعمل مصف هنا؟ قال لي جيت متعدي ماشي لقابس حبيت نسلم عليك. هاي قلت له اجا صحيح اجا. فربطت انا هو منين وش عندي انا على حد. قال لي هاو بعثني فلان وقال باش تعاوننا في الماتش. اللي هو الهدي نايف. هو الهدي سميه. على حسب كلامه هو اي. اي. قلت له قل له مختار
ما يتباعش وما يتشعش. وهز فلوسك وربي سمعنا على بعضنا الخير يا منصف. هذا اللي صار. بعمو ولا هذه النايفون اتصل بيا ولا حكى معايا. علاش؟ نقول لك علاش؟ خاطر هذه النايفون ذكي ياسر ومستوى عالي ياسر. ولو كان هذه النايفون عمل العمليه هذه ما عادش اخوني مدرب الملعب التونسي بعد إيه بعد عوام يقول لك هذا بيوع يبيع في الماتشات وناخذوا انا لجمعيتي. كيفاش؟ تي قالوا لك حتى اولاد الملعب ايه؟ التونسي قالوا لك انه الميزانيه كانت 20 مليون وقتها يعطيك 5 مليون اللي كنتي. اي شو باش الجمعيه باش تلعب باج كنت. اي اي ما عطانيش انا ما قلتلكش عطاني. عرض عليك مش هادي نايف عرض علي صاحبي عرض علي جاي من الملعب التونسي. اي اي دونك شو معناتها هي بيدها؟ ايش هذا؟ هي بيدها يا اخي صاحبك باش يجيب الفلوس هكذا. وانا ما قلتش هادي نايف وانا نقدوا لهادي نايف ونحترموا لهادي نايف. طبعا يا اخي هو باش باش يجيك طبيعيا عمليات البيع والشراء تصير تصير. هاي فيكتيفمون وعلاش ما تكونش في تونس دائما نعرفوها في تونس وقت انا حاشي بقضيه عندك انت. نجي نقول لك سي فلان بعثني ليك سي فلان. موجوده في تونس هذه ولا لا؟ علاش ما تكونش هكا وقت سي فلان ما في باله بحد شيء يحتمل. علاش ما نقولوش هكا زاده؟ علاش لا؟ لا؟ يدخلوا بالمداخل الناس. هل تتصور العمليه هذه تصير من غير انه رئيس النادي ما يكونش في باله؟ ما نحكيش في الموضوع هذا خاطر ما نعرفش. تعرف؟ لا ما نعرفش، انت تعرف انا ما نعرفش. بدلت اقوالك؟ لا ما بدلتش اقوالي. تعرضت الى ضغط؟ لا ابدا. انت انسان والله لا ضغط علي حد ولا نخافها. خفت؟ والله ما اللي جاي؟ اللي جاي في الكتاب ايش يصير؟ باش نخاف انت ها باش نخرج في الكتاب هاي سيدي ايش باش يصير من بعد؟ نقول لك حاجه يقدموا قضايا؟ يقدموا قضايا. باش تراسلت لك تعمل كتاب اخر اعتذار؟ ما نعملش حتى اعتذار. هاك عملت الملعب التونسي ما عملتش اعتذار. عملت اعتذار لهادي النايفر اللي قالوا انا قلت لهادي النايفر. انا ما قلتش لهادي النايفر. بعمري انا قلت لهادي النايفر. ما تعتذرش من الملعب التونسي؟ ما نعتذرش من لهادي النايفر. الملعب التونسي من جمهور الملعب التونسي. علاش نعتذر من جمهور الملعب التونسي؟ لانك تجرح فيهم. ما جرحتهمش صارت ولا ما صارتش. عم هبطوا عليك بيان. في بالي بيه البيان هادي في بالي بيه يستنكر الملعب التونسي. يستنكر هو يستنكر والمرة طول عمرهم يستنكروا. ما صدر عن على مختار تليلي من أراجيف. اوه انا ما نعرفش المعنى بتاعهم ما نعرفوش. أراجيف معناتها خزعبلات. خزعبلات ايه. كتاب كتاب أراجيف. هذا اللي كتب مكتوب هذا. خزعبلات. اللي كتب البيان هذا هو كان عايش معانا وقتها. تعرف الموضوع هذا قدش عمره؟ 45 سنة. عندك أدلة عندك أدلة ملموسة في البيعان والشراء في الكورة في العالم أجمع ما فماش الأدلة إلا في أوروبا وفي العالم المتقدم حتى بالتليفون يجيبوك كما صار المارسي. أما في تونس أقتل وأذبح وبيع وشري وأعمل اللي تحب وما فماش ما يثبت الكلام اللي تقول. مش يرفعوا بك قضية؟ يرفعوا قضية. الخطية قداش؟ 300 دينار حاضر. هاي خليها تاحو. كلمت سي احمد المغربي ولا ليه؟ ديما نكلمه. بخصوص الموضوع هذا لا ما كلمتوش. سالو يا با باش نكلمه. هو تكلم هو تكلم هذاك اخويا. هذاك اخويا مهما يقول مهما يقول ما نسمحش لنفسي باش نرجع له كلمه. وتعرف انا سيني طويلات تعرف انا شكون الكبير نجم نجاوبه. اي واحد نجاوبه. الا احمد المغربي ما نجاوبوش. خاطر نحترموا عائله واحده انا وياه. حقك خممت اول ما حكيت على الملعب. لا ما خممش. ما خممش ما خممش خاطر انا ما انا كي تكلمت على حاجه عشتها. هو ما هو يعرفها هو الموضوع هذاك طرف فيه. مالش كيفاش طرف فيه؟ هو مدرب ملعب التونسي في وقتها. وانا مدرب اسفاك ثاني سبور. تعاركنا بعد الماتش. اللي خلى الملعب التونسي تلعب البراش تعاركنا عركه مع حزها كان والي صفاقس بعد ما خارجين من التيران ومحمد العشاب كان مسؤول عن فرق كره القدم تعاركنا مع بعضنا الثلاثه. علاش تعاركنا؟ خاطر انا ما سايبتش الماتش. وملعب التونسي لعبت البراش. نتمنوا له الشفاء العاجل. نتمنوا له الشفاء العاجل خونا ونحبوه ونقدوه الناس كلنا. باهي قداش من ماتش بعته؟ ما بعت حتى ماتش. ايش نقول لك هادي؟ تعرف خش عندي على التيرانات انا؟ ايه 53 سنة. 53 سنة حتى ما عملها وما قدها. باهي. ايه 53 سنة. أسكت. هل يمكن 53 سنة وانت تبيع وتشري وتمد في الفلوس بنك الدولي يا الملانة.
مش ماله والألقاب اللي هزيتها كلها بالفلوس، واللي واللي منعتهم الطيح بالفلوس، واللي طلعتهم بالفلوس، وشو اللي يخص آخر بالفلوس؟ لحظة حاجة ما نقولهاش. من القائل؟ من القائل؟ هات 14 ماي 2018. تو هني تو هذه أنا شريت ماتش ودي مع فريق ألماني باش الكونترا نتاعي ما يتقصش مع نادي الجزيرة الإماراتي. إي باش شريتو؟ شجعت الفريق اللي هو خويا مسؤول عليه في ألمانيا. احنا مشينا نعملوا في ستاج مع نادي الجزيرة عام 81 في 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 دوسلدورف. خويا مسؤول على جمعية الكارتيه نتاعو. انا الماتش تو 3-8، الماتش الثاني 9، الماتش الرابع 6، دونك يزيد نلقى حويجه باش نجم نربح. اي خويا مسؤول على الجمعيه هذيك. قلت له جيب يا خويا جمعيتك نلعبوا معاه. هذاك جابها لعبنا معاهم، فطرناهم وعشيناهم وقلنا لهم وهذاك واش صار. ماتش اميكال وكنت باش نطيح فيه باش نطيح فيه نقبض في 50 مليون في الشهر وعندي 200 مليون ولا 300 مليون بيم دو سيناتير يتوه من قدام عيني من قدام خشمي. ليه عاد ما قالش ربي هكا كفر يسمى هذا؟ هذا يسمى تحيل. لا مش تحيل، هذا يسمى هذه تكتيك. هذيك تكتيك وخبره. شفت البيعان والشراء وخبوثة وخبوثيه هذيك هي من تسمي حاجه اخرى. بيعان وشري. لا مش بيعان وشري، بحب ولا سا ترانزاكسيون اش تحب واش نعطيك واش ما قدش. هذيك تبيع وشري وفي بالي ونعرف برشا ملاعبيه وبرشا مسؤولين تاع انديه رؤساء انديه يبيعوا معاك ويشريوا قداش تعطيني باش نسيب لك الماتش. عندنا فقره تاعك الماست اسمها البابارازي. اي ما تاعك الماست البابارازي. ايه مرحبا بيه نتبع فيه. بالها؟ ولا بيان سور فما حد ما يتابعكش انت. مختارت لي والبابارازي. اهلا وسهلا. عسلامة هادي. مرحبا. مرحبا سي مختار. مرحبا بيك بابارازي. انت تحبوا البابارازي؟ انا نحبه خاطر يجبد الخنار. هذاك علاش يطلع الخنار؟ هذاك علاش نجبد لك خنارك اليوم؟ اجبد الخنار يا خنار اجبد. اما قبل ما نسال سي مختار هادي لو تسمح نحب نحكي معاه شويه. نحكي معاه في مسيرته النضاليه في الصبه. لانه سي مختار اليوم يستحق بامتياز لقب الصباب الرياضي. الكلنا نعرفوا انت تعرف التاريخ؟ نعرف التواريخ. ولا نعرف تاريخك انت؟ الظلام نعرف. الكلنا نعرفوا نعرفوا يعني. الكلنا نعرفوا يا سي مختار. لا ما تعرف شيء. الولاء. انت ما تعرف حتى شيء. خليني نحكي باش تعرف اللي نعرفه ولا ما نعرفش. تفضل احكي خذ راحتك. ما تتشنش. واكذب على الناس كيما تحب تفضل. لا انا نحكي بالادله والوثائق. الوثائق. مانيش نكذبوا هوني. اي باهي. الكلنا نعرفوا الولاء والحب اللي كنه مختار لرئيس فريق الترجي السابق سليم شيبوب. سي مختار كان يدخل اول واحد للبارك ويخرج اخر واحد. كان يقولهم ذبيها كي تتعدى لازمني نحكيها لسليم شيبوب. بالطبع. وحتى مرة جاوه زوز ملاعبية قالوا له سي مختار باش نحكيو لك حكاية تقعد بيناتنا. هما خرجوا منا وهو طلب سليم شيبوب منا. تبارك الله عليك. كي يجيو يحكيو لي حكاية على سليم شيبوب وأنا مسؤول مع سليم شيبوب ومسؤول مع أي رئيس آخر يلزمني نقول له اللي فما. لكن هذا الكل ما نستغربوش أنا، هذا الكل حاجة تافهة. اللي نستغربه واللي شد انتباهي هي الرنة الخاصة السونوري. احكينا على الرنة الخاصة سي مختار. اي عملت تليفون. اي الرنة نتاعو سليم رئيس يا المخ. رئيس يا مخ. رئيسك يا مخ. يضرب التليفون يكلمني الواحد يقول لي الرئيس يا مخ. نعرف اللي هو سليم شيبوب. نبعد من بخ من غادي باش نحكي انا وياه. عامل له سونوري خاصة. خاصة به هو بيان سور. هو رئيسي. معناتها كي نطلب كان التليفون. انت يجيني تليفون نورمال. تن 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 تن. هو كي يطلبني رئيس يا مخ يجيني. يجي تليفون نورمال ينجم ما يقومش وما يهزش على التليفون، اما كي تجيه رئيسك يا المخ لازمو بالوقت يقوم ويهز على التليفون. اي بيان سور. وانت وسيادك وسياد سيادك كانوا وقت يجي سليم شيبوب يتمناوا باش يصفحوه وباش يقفوا معاه. اما ما يوصلش وسلموا عليه. اما ما يوصلش بيا الحد وانا نصلي
وتليفوني ناقص رئيسك يا المخ رئيسك يا المخ ايش بي رئيس مش رئيسك يا مش رئيسك يا رئيسك صلح له عاد رئيسك لا رئيس يا المخ لا مش رئيسك يا المخ رئيس يا المخ يقصي مختار عصليت لا لا ويقوم يهز على التليفون توا سامحني يقلع من رئيسك توا باش نستعمل معاك كلمة خايبة برشا انا نعرف الصلاة ونعرف قيام الصلاة ونعرف الدين ونعلمك الدين كان تحب انت سي مختار في الجامعة يضرب تليفونك؟ انا على غلب هذا في الجامعة بتاع الاسبيرونس احنا في التاه احنا في التاه دخلنا نصلي ضرب الجامعة التليفون هزيت؟ ما هزيت كلام توا هذا هادي المتخلف ذهنيا هذا هذا متخلف هذا اللي يحكي الكلام هذا تيك قوم برا من الاخبار ما نقومش على الصلاة اما انا مستغرب يا المخ ايه علاش رغم الكم الهائل من هزين القفة هذا هزين القفة انا نسمى القفة هز القفة السليمة أنا تسمى لطفة لسليم وحمدي المد من هزيل من القفة لا خلينا نحكي على سليم ومثالك أنت أما وقت اللي نمشيلك حاجة تحت الطاولة تتولي تهزلي القفة أنت بتبيعة تحب نصرف عليك أنا نصرف عليك مش أنت تمشيلي تصرف علي أنا مازال يا عاد تصرف علي نقتل روحي أنا جمع فلان تعق يا عاد أنت برشا فلوس عاد الرشوة وبيعان وشريك لعبها في عينيك خدمته يخدم نخدم على روحي انا كما تحب انت سميها اللي تحب انت انا نخدم على روحي انا بالعقود نخدم يا بالعقود ملا خلينا نحكيو على تاريخ 1995 مختارت ليلي ريني في الاولمبي البيجي اي جاوه تليفونات وقالوا له اللي باش يلعبوا له لعبه ويطردوه اول ماتش بعد الحكايه هذه كان بين الاولمبي البيجي ومستقبل الرياضي بالمرسى وقتها مختار تليلي خمم انه يعمل سيناريو من راسه في وسط الماتش مختار في الميدان اللي يكلمه يسبه يكلمه لاعب يسبه يكلمه مساعد يسبه يكلمه تقني يسبه حتى الحكم سبه وقتها الحكم قرر انه باش يخليه في حجرة الملابس يجي نائب الرئيس باش يفهم الحكاية كيف كيف يسبه ويقوله ما عندكش الحق تدخل هوني بعد الماتش يخرج سي مختار ويروح لحومته باب منارة باب الزيرة وباب منارة وما فرق تولد في باب منارة وعشت في باب الزيرة اي تكمل انت الحكاية ولا نكملها هنا نكملها هنا نبدأها هي غلطة ساعة أول حاجة قولي شنو صحيح وشنو غلط اللي فيها تفاهمنا مع أولمبي الباجي باش الكلاسمون في وسط التابلو ديكيب كملوا العام في وسط التابلو باش نحظوا العام اللي بعده اي جات سوبر كوب باجح لهذه الكوب والسي اس اس هذا الشامبيون عامتها نعملوا سوبر كوب السوبر كوب بحتو باجح بحتو انا لو لوندومان جاني رئيس الجمعيه قال لي سي مختار الاتفاق نتاعنا ما عادش على وسط التابلو قلت له على شنو قال لي على البقعه الاولى نلعبوا على تيتا نعم قلت له شو حكيت راسك قمت من النوم تقول لي نلعبوا على تيتا ساهل هكا قال لي احنا عندنا كيب حتى السي اس اس علاش ما نلعبوش على تيتا قلت يا مختار انت هدرس ما عادش فاهم ومفاهم معاهم خاطر كان باش نواصل اول خساره باش يطردوني اش عملت؟ قلت يا خلينا نبدا نهار احد جا الماتش ضد المنصه صحيح هذا المنصه صحيح لابيت هز يد وجدتوش هز يد وسبيته لابيت جا سبيته طردني لابيت صحيح علاش؟ باش نتعاقب انا حبيت نتعاقب باهي جا داخل فيس بريزيدون جا للفيستير ستوب اش تعمل دخلك انت؟ قال لي النائب رئيس انا هنا كل شيء تو انا نحضر في روحي على القاعده يلزمني نخرج اللعب الكبير روحنا من غادي من الماتش خبطت الباب الزين فهمت هاللي انتهى ما عادش فما مصالحه ما عادش نجم باش نواصل معاهم الناس هذوما مشيت لحومتي كريت اسيزو وجيت لكل الخمسه من الناس كل واحد عطيته 50,000 جيوني نهار الثلاث تسعة متاع الصباح لونتينمون ما يجي حتى ديريجون على خاطر وتشبعوا فيها سب تشبعوا فيها سب وقولوا اللي تحبوا وكان العمل هكاك عطيت فلوس للناس باش يسبوه باش يسبوه علاش؟ باش نظهر اللي الجمعيه ما فيهاش ناس يحكموا فيها ولات وجودنا انسيكوريتي انت هاك انت عامل وبطل انت عامل فيلم باش نجم نخرج مش نجم ما فيهاش جمعية ما يطردوش ما فيهاش جمعية سلمت مشيت استقلت كما قبل يطردوني استقلت في عام 2009
هي. مختار تليلي راني في نادي سرت الليبي. هي. النادي هذا لهي بيه وقتها ولد القذافي. هي. مختار وقتها كان يخلص بالدولار. بالدولار. وكان يخلص كل 3 شهور. صحيح. أما نهار من نهارات جاء ولد القذافي قال لك يا مختار باش نوليو نخلصوك بالدينار الليبي. هي. وباش نخلصوك بالشهر مش 3 شهور. هي صحيح. نجم تقولنا شنو عملت انت وقتها؟ شو عملت؟ عملت كل انسان ذكي وكل انسان يفهم اللعبه يعملوا. طلعت للوتيل، كملنا الاجتماع، طلعت للوتيل، عملت تليفون لصاحبي اعز صاحبي في صفاقس، قلت له تو تجيب الكهرباء هاك باش تروح بيا. نحبك الستة متاع الصباح تكون بحذايا في البقعه الفنيه في طرابلس. لميت فليجتي الستة متاع أنا السبعة غادي في الليكيب، الليكيب غاديها السبعة متاع الصباح وغاديها الستة متاع العشية. هبطت من الوتيل ولا وتيل نسكن في الوتيل متاع المخابرات الليبية. نسكن مع المخابرات الليبية وقتها. باش فيتمون بالكونو بالزفارة خرجت من الباب استاد مقابلنا كيما الجماعة هذيك، دخلت للتران خرجت من الخوخة، خرجت من الباب الآخر. أول تاكسي عرضتني قلت له هزني لكاركاش. وين؟ كاركاش، برمرام نقول شراية هادي. إيه شنيا هي؟ كاركاش البونليو نتاع طرابلس. أول دخل أنت قبل أن تدخل طرابلس، أضخم بقعة في طرابلس. هزني الغادي، حطني غادي، حطني، جاني صاحبي حمادي بن سعيدة، جاني بالكريبة، فليجة شد الثنية. وروحت لتونس. التزاماتك مع الفريق واولادك اللي خليتهم هكاك خليهم هو باش يخليوني قبل يخليوني خذ بايك قبل ياكلوك كما يقول المثال التونسي هكا يقول واضح. لكن الفصعه هذه ماهيش غريبه عليك. 2012 يتم انتباب مختار تليلي في نادي الشعله السعودي. وما هو عنده برشا زهر وقت اللي هو وصل لرئيس النادي استقال. لغال بعد اش نعمل؟ وقتها قعد سي مختار يخدم 3 شهور ومخلص حتى من الليم. صحيح. لكن بعد 3 شهور يتم تعيين رئيس جديد. اي. وعيط لسي مختار وعطاه فلوسه الكل. اي. سي مختار يخرج من البيرو ويختفي فجأة. فجأة. وين مشيت؟ ها واحد مشيت للرياض بحذا سي موسف الشرقي. نحييه موسف الشرقي قعدت بحذاه جمعة. وقصيت تذكرة وروحت لتونس. وفصعت. وفصعت وروحت لتونس على خاطر أنا كان من نهار الأول ما خذيتش شهريتي وقعدت السنة في الشهرية الأولى بعد 3 شهور. قلت أنا مانيش قاعد نمد في يدي للطلبة. أنا ماشي باش نخدم. تو ترافاي ماهي سالير. ما فماش سالير نروح. ما نقعد معاهم ونحكي. ما فما حد. 3 شهور وحدي. الرئيس وهيئة نتاعو مشاو على روحهم. وقعدت الجمعية مسيبة. جو با با اتوندو بلوس. بيه؟ هذا هو. باش يفكرك تاريخ 18 اكتوبر 1984. ذكرني انا تاريخ ميلادي ما عادش 8 اكتوبر 42. انا تاريخ ميلادي 8 اكتوبر 42. انا 18 اكتوبر 84 عملت ان اكسيدون مورتال. يدي تكسرت، شاخي تكسر، حزامي تكسر، وجهي تكسر، الدنيا الكل تكسر. خرجوني بالشاليبو. اي اي اي. نجري في 120 على سون اون ديستانس دو 15 كيلومتر وانا ناقد. ناقد ناقد. وانا باش ندخل للرياض. كنت عندي ماتش. وانا باش ندخل للرياض وهما في السعوديه قاسمين لي زوتوروت قاسمينها باك الحيط كما عندنا احنا في تونس هاك الحجر العالي. عاملين مخرج باش اللي ينسى حاجه من الرياض ويحب يرجع يرجع 15 كيلومتر يرجع ينجم يرجع. فما كاميونه باش ترجع. وانا ياقد ما شفتش الكاميونه. طول نمشي باف وندخل فيها. دخلت في الكاميونه يزومني الكاميونه يجربني على كهرباء بجنبي فيها زوز سعوديين اخوه مازالوا نهارتها عرسوا مع زوز بنات اخوه. نضربهم انا بكهربتي نجيبهم في الجبل. انا وهما دخلنا في الجبل. ضربت 48 ساعه في الكوما. وضربت 45 يوم في المستشفى نتاع الملك عبد الله وقتها. اما قول لي انت وقتها وين ماشي سي مختار؟ انا كنت في الخارج في الماتش وروحت. اما الخماج قالوا انا حبيت نهرب بالكهرباء ونمشي للاردن. يا اخي عملت اكسيدون في ثنيه الاردن. يعني كما هي السعوديه مسيبه
بحمد مسيبه اللي ينتد بالكهرباء جميع تعطيك الكهرباء باش تسوقها في البلاد تهرب بها. ايش قولك اي اطمعت في كهرباء طويلك باش تسوقها في السعوديه حبيت تروح بها المتخلف هذا تتسرق كهرباء في السعوديه انت حبيت تهز فخذك وتخرج بها تهز فخذك وتخرج بها شنو الكهرباء بربي انت حبيت تعمل شحن انت حبيت شحن اول اسم النادي الكهرباء حتى تونسي ما يمشي كهرباء يسوقها في غادي اللي ما يمشي لتوانسه يمشيو الاجانب اللي يمشيو يخدموا ياخذوا الكهرباء من الجمعيه باسم الجمعيه الرقم تاعها بكل شيء باسم الجمعيه تو جد حتى اللي خارج من موسان من غازي ما يمشي الحكايه هذه ما فماش تهريب معناها مش بين المهرب المهرب حاولت المهرب انا كنت في يوم في القاعده المتخلف هذا في القاعده خلي نمشيلو انا ما عجبنيش لقب مختار السحار وقت اللي جيت نلوج في لقب اخر المختار ما لقيت كان لقب مختار تليلي المتحرش كيفاش اي في 2009 كان يريني في فلسطين ومن بعد روح اي لكن العبيد ماشي في بالهم نهايه التجربه كما كل التجارب وما في بالهمش اللي مختار تليلي يروح وخلى وراه قضية أخلاقية غادي ولولا تدخل رجل أعمال معروف ما كانش نجم يروح وراه في السجن شنو عادي فيزا؟ ما عاديش فيزا قضية أخلاقية فيزا لا قلنا أنت شنو القضية اللي خليتها غادي هل أنت أول مرة تسمع الكلام أول مرة أسمع الكلام هذا شنو القضية؟ وحالي أجعك فلسطين يا متخلف اللي متعرفش بعد ما روحت لتونس مشيت مع المنتخب الاولمبي الفلسطي باهي فما فيديو تتناقل على شبكه الانترنت هاي. واحد هكا يتهم فيك صراحه ويقول انه عندك في فلسطين قضيه تحرش بقاصر شوف والله السيد فيديو من موريال عامل هالفيديو لا لو كان قالها ولا في السعوديه فلسطين تعرف شنو فلسطين كي تونس فلسطين كيما تونس شفت الجمهور الشعب الشباب النير هذا الموجود في البلاد فماش قحط وقمع وفماش ضغط نفساني وجنسي في فلسطين يحكي الحكايه الخايبه اللي كيف وجهه الخايب المعلومه هذه اول مره تسمعها ولا اول مره تسمعها ما شفتهاش الفيديو ما انت معلومتك انت ومعلومه الناس كلها بعمري اللي حطيت يدي على تليفون ولا فيسبوك ولا ماسنجر ولا بعمري يا بابا يا زينو يا عيد بدي جو نلعبوا مع بعضنا لعبه بتسمعني سمعني اعطينا تصفيق على مصفح واس يجي بحضنا في مواجهه المخ راهو جارح ها اكد بيان سور به اي مخ في دقيقه يلزم يطلع لك الكلمات نتاعك عينيك في عينيه وتقول له واي ايكرون تاكتيل نعم ايكرون تاكتيل اكران تاكتيل برافو صحيحة صحيحة دبوزة غاز ضربت الكرة وضربوا في ساعة الوقت دبوزة غاز دبوزة دربوكا دربوكا لا دبوزة دبوزة غاز دربوكا دبوزة دبوزة غاز غاز دبوزة غاز دبوزة غاز صوص باربكيو بامبالوني صوص باربكيو صوص مبروك ان شاء الله عامك مبروك ان شاء الله صوص 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 دوكس صوص 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 تاكل تاكل صوص صوص جوتو شنو هي؟ صوص باربكيو صوص ناطر ناطر جعت بعده ما عادش ما يفهمش هذه احنا بندير مقعور بندير منحوت مقعور بندير مقعور مقعور اوتي بابا اوتي اوتي ساك 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 اما ساك اما ساك اما صحيح موزار موزار بوتار موزار موزار كمانجا موزار بونسا مو زاخ مطار زا مطار طاح زا راح راح مزار مراح مزار مزار صحيح صحيح نايس مونجيلا مكسرة مونجيلا مكسرة 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 برافو درحة ومكسرة
هلا مصعب هلا صعيبة وانت كمان انت اتكيت علي انا توا انت توا ايوه هاي سي مختار حفر كرافات ملونة رد بالك مش اي كرافات ملونة كرافات ملونة تكلم تكلم اسمع شيء اي ما تسمعش انت الهدف ما اسمع شيء مش لازم تسمع كرافات ملونة ما سمعت شيء ما نسمع في شيء موسيقى اخويا موسيقى اخويا ما اسمعش امشي سهل لك سي مختار لحظه سي مختار انت مش فاهم ده فيك قانون اللعبه ايه؟ قانون اللعبه هو يسبك تقرا من شفايفه خلي ما يسمع في شيء اي ما يسبك ما تسمع في شيء هذا سهل لك اكثر به كيافات ملونه كافات ملونه ملونه هيك فهمت الاستيس فهمت ويدا حمراء ويدا حمراء انت فردة ذهب فردة ذهب اوز هيدا مش دي صعيبة ميل في ميل في بوتش في اخذت فيها رابوت بوتش في بوتش في ميل ميل في ميل في ميل في اي كيس غايب كيس غايب يا غايب لوبيا 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 خضراء لوبيا خضراء خضراء موت عليها دبوزة ماء دبوزة ماء واضح كمل بابا شوف ركور ركور في اللعبة هذه اللي ربح مختار تليلي ما سون ديسكسيون ما بحد بارك الله فيك تحية لمستحوذ ثانك يو ميرسي خليني نكمل معاك الحوار الشيق عايشك بارك الله فيك شو هي الفضيحة المزلزلة اللي موجودة في الكتاب؟ بيعان ماتشويت أكثر فضيحة بيعان ماتشويت لا يعرفها الجمهور التونسي أي ما يعرفوها الجمهور التونسي أعطيني أكثر فضيحة لا لا ما نجمش نعطيها الكتاب ما نجمش نعطيها الكتاب حتى نقرأ الكتاب أي أعطيني المانشيت أعطيني المانشيت العنوان فما أندية فما رؤساء أندية سمي لا ما نسميش تو تو ما نسميش ماتش بنزرت وليتوال لا لا أبدا أبدا اللي قال هذا ونقبل عينيه اللي يقول ليتوال بعت الماتش ولا مش ليتوال معز دنيس نقبل عينيه اللي يقول بعت ليتوال الماتش للسي ابي السي ابي ربحت الماتش بذراعها علاش؟ قول لي علاش؟ علاش؟ على خاطر ليتوال قبل 15 يوم هز التيتر وبعدها عندها ماتش كوب دافريك يا لندها معايا انا تلعب اللعبيه بتاعها الكل ولا تستحفظ عليه مع اللي عنده دو فازيفيتسمون واللي مضروب تستحفظ عليه باش تربح الكوب دافريك ولا تربح ماتش ما عنده حتى قيمه لا هي سي مختار ما يحبوش يفهموا التوانسه ما يحبوش يفهموا الكلام هذا سي مختار معز دريس ما يبيعش وما يشريش والاتوال ما تبيعش وما تشريش والاسبيرونس ما تبيعش وما تشريش اكثرش من هك دونك الكلوب وصفاقس ما سميتهمش الكلوب وصفاقس ما يبيعوش ما يشريوش هاني انا تحتك ايزي رضيتهم الكل ما رضيتهمش هذه حقيقه رضيتهم الكل هذول حتى سامحوني حتى ما يغسلوش الصابون البرا في الشارع ينشوهوش في الشارع ينشوه الداخل فما انديه ينشوه البرا دونك انت كتابك كان بالانديه اللي نشرت البرا لا واللي ما عملت اللي عملت مش من نشرت اللي عملت عندك ادله اي ادله انت جيتني وعطيتني 10 ملايين وقلت لي سيبي الماتش هذه الادله نتاعي اطرف عمليه بيع وشراء باش تحكي عليها في الكتاب نتاعك فما انسان سيبورتير مشال اللاعب من فريق ما مشالو تفاهم معاه عطاه اشترى المبلغ لكن في الماتش صار ظروف مناخيه خايبه ياسر ريح وشتا ياسر والفريق نتاعي ربح الماتش من الشوط الاول لا بإعاز من فلان لا بفلان من ريح وشتا ربحنا هالماتش من غدوه السيد هذاك سيد اللاعب مشى للشخص قال له باش كمل الفلوس قال له انت عاونتنا في حاجه باش نزيدوك نعطيوك الفلوس
ما كملوش الفلوس. وكيفاش علمت بها الحكايه هذه؟ كل اللي يصير في الجمعيات اللي رانيتهم كل الذبان الازرق يتعدى نسمع بيها. وذيني صب يصبوا لي عندي الصبابه نتاعي. كنت صباب انت؟ ابدا ايش صب؟ انا نخدم ما نصبش. حتى الصباب يقول انا نخدم. لا نخدم انا مسؤوليتي. كي تجيني انت للبيرو نتاعي وتدخل للتيران نتاعي وانا عندي عرفي لازمني نعلم عليك انت جيت. باهي انت تعتبر روحك محلل جيد؟ حسب الخبره والمعلومات اللي عندي في الكوره وفي والخبره في الملعب وفي الفسيات بامي لي ميور. باش نعمل معك لعبه المحلل الافضل. نعطيك في المحلل الافضل زوز اسماء. خالد حسني ويوسف الزواوي. المحلل الافضل خالد حسني. احسن منك هو ولا لا؟ ينجم يكون احسن مني لما لا في التحليل. دونك الاسم الموالي مراد محجوب خالد حسني. اي وقت اللي يتعلم يسمي من الاسامي الملاعبيه بسرعه يولي محلل. Il est incapable de faire, de dire, خمسة أسامي بتاع ملاعبيته وجمعيته على بعضهم. Incapable. هذا مقياس باش نعرفوا به. باش تحلل اللباقة والأفكار والبديهة. آخر إنسان يحكي على اللباقة مختار تليلي. إيه أنا لبق. أنت لبق؟ إيه لبق. أنت لبق تتول لسانك زرفت ثلاثة ولا أربع مرات. إيه في اللباقة داخل زلقة. حتى زلقة داخلة في اللباقة. اي ولازم الملح لازم تفوح لازم تفوح. اما العبوس القنطريين هذايا ما عندهم يمشي. كلاس كلاس خلوده كلاس فنان فنان خالد بحسني في الكوره وفي التحليل. مراد محجوب انا اديته مدرب توازيام دوغري. شكر الواعر قال اهم مدرب عرفته تونس. هو رايو اي هو شبي هو هو بلاتيني ولا سيب بلاتا ولا فلورنتينو ولا شكونو. انت رايك عندك راي تقول مختار لي خايب وهذاك يقول مختار لي باهي. يا اخي انت مشكلتك معاه شنو هي من الاول؟ انا اي عندي انا مديت له يدي عاونته ومن بعد فتقني من بعضي. من فعلك؟ ماشي من فعلي من لسانك؟ لا طردته. صحيح 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 هات يدك صحيح عام 72 طردته من الاسبانيوس. اي ما تجيش. لا تجي هات هذه تجي هاي تجي هاي تنحي الميكروبات الكل. اه هاي فهمت عام 72 انا خذيت الترجي. ها علاش نحيته ما نحبش نغلط الناس. بعثت له مع سي حسين بالخوش الله يرحمه الرئيس قلت له نهار احد ما تدربش وانا فيها تاني وقتها ما تدربش اعطيه معاها. جيت نهار الاثنين بدي باش نبدا الخدمه اول ما سالت الملاعبين قلت لهم خذوا البارح تهنيته ماني نعرف عاد انا التوانسه نعرفهم. قال لي تهنينا يا حبيبي على الزمن يجيني يجيني تعال لي في حضني تعال لي تعال لي. مش قلت لك انا بعثت لك مع رئيس النادي قلت لك ما تدربش. قال لي جي مون بروغرام. قلت له وانا جي مون بروغرام ما عادش معايا تفضل لبرا. هذا الشهر اي دي سيتي باتي دو لا. لكن 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 جو نو سوي با اونكوني. والله ماني اونكوني. هذا ماكش اونكوني. استنى وكان جيت اونكوني انا ما عديتلوش توازيام دوغري وهو ما يستحقش باش تعدي توازيام دوغري. ينقص منك انت مش ينقص منه هو. كيفاش؟ كيفاش تقبل باش تعدي انسان ما يستحقش؟ ماني غلط. اي ماني غلطت على خاطر هاني صعبت بغلطي. اي ايه واللي صعب بغلطه لا ذنب الله عليه. لا لا ماهيش سهله هكاك. شنو معناتها نغلط ونقول ما نعترف بخطأي؟ غلطت خطأت شو البشر خطأ. وعلاش عديته؟ اه وعلاش عديته؟ على خاطر عديت صاحبي قبله هو. تعرف فساد هذا؟ لا ما لا فساد. تعرف فساد؟ احنا في تمك الفساد وقتها. اي اي وتو ما زلنا في العنكوش في الفساد اكثر ولينا تو. اي الصلح مع مراد محجوب أي. وارد ولا مش وارد؟ وارد وارد. لا انا قلبي ابيض. لا قلبي ابيض. قل له قدام الكاميرا اعتذر منك ان صدرت مني. لا ما كان صدرت مني حاجه هكا ولا هكا. هو اصغر مني يعتذر مني وانا نعتذر منه من بعد. ما يحكيش عليك هو مراد محجوب. اه لا ما يحكيش عليه في 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 الملاهي هكا. اما يحكي عليه عند رؤساء الانديه في الخليج فتقني من بعضي. اش قال لك؟ نحالي كنت طاتو فيه 500 مليون نحالي هذاك وهو عندي الشهود.
وشكون قال بعد ما تفهمت هو رئيس النادي قال لي اللي بعد ما كلمني وتفهمت معاه هبط سيتي سنتر في دبي هبط سيتي سنتر في دبي قهوتنا نقعدوا فيها توانسه لي زونتينو كل نقعدوا غادي مشى قال لهم باش ناخذ مختار تليلي ينقز هو اسمع واش يقول لهم اسمع اش قال له قال له هذاك يسب ربي هذاك يسكر هذاك يهرب عليكم هذاك يضرب الملاعبيه هذاك ما تردوا بالكم منه دونك اوتوماتيكمون ما عادش نجم نسكت عليه لكن توا اللي فات مات بالنسبه لي انا اللي فات مات مديني دينا للصلح ونعتذر وكان صدرت كلمه ماشي وهو كان صدر كلمه كان قال كلام خايب يعتذر ونعتذر وكفى الله قتالا كفى المؤمنين شر القتال هذاك هو ويولي مدرب ويولي توا محلل جيد لا ما عادش يتكلم ما عندوش كلام مليح ما يتكلمش مليح صدقني علاش تعرف ما عادش يتكلم مليح خاطر هو تكفيره فرنسي ويحب يترجم الكلمه اللي بالسوري يترجمها وقتها بالعربي اوكي انا عربيك انجلش فرنشز ايطاليان الدتش كل شيء بتاع كله باهي هاي سيدي نتعداو دونك نخليو خالد حسني أي. الاقتراح الموالي طارق ذياب طارق ذياب هاك شفت جو في لا با دي شوز انا جو في لا با دي شوز طارق ذياب لامبراتور معلم محلل الفارق للعادة والله يكون سعيد طارق ذياب توكي يبدا يسمع فيك علاش علاش توا عن بلادنا صاحبي ياسر طارق كان صاحبي ياسر اون بوان لو بتي ديجني انسومبل عواء صارت اختلافات في الرأي صار كلام صار حاجات لكن عف الله ما سلف انا غلط هو غلط كنا نغلط في الحياه ما في حد شيء طارق ذياب نخليوه هو احسن احسن من خالد حسني افتح لي احسن من خالد حسني باه دونك طارق ذياب خالد المولهي كان لاعب جيد يفهم الكره صحيح ما عندوش مسيره طويله في التحليل ما دربش ياسر درب كان فرصة واحدة جات وخذها فرصة واحدة أما هنا فرصة كانت تسمح لي نحب نوضحها يقال وصار في 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 في, في برنامج عندكم هنا في الحوار التونسي مع أمين قارا جديتو أنا جيتو قبله بجمعة نقسم على نقسم بالله اللي الموضوع اللي تجبد لا نعلم به ولا في بالي به اللي هو تحط على القائمة متاع المنتخب باش يولي مدرب مساعد أقسم بالله لا علمت به ولا نعرف فيه ولا نعرف وانت نحيته سنين وين نحيته في فتح الجامعه عندي هنا مين ما ناتك يقول هكا اللي يقول هكايا ما يعرفش شيء جامعه تونسية كيفاش تصير في التحليل طارق ولا خالد لا طارق دو تيلوا اوكي طارق ناصر بدوي حبوه هذاك وليدها وعايش يفهم الاجواء كلها وداخل في الاجواء كلها ولد فيستير كلاعب ولد فيستير كمسؤول اما طارق ذياب احسن منه في التحليل طارق ذياب فتحي المولدي طارق يمتاز عليه بخبرة لاعب وخبرة يعني مسؤول وخبرة امبراطور الكرة و فتحي يصعب شويه في التحليل نتاعو انا نختار طارق انا صحافي رياضي كبير برشا وهو رجل قانون كذلك كان لافوكا نتاعي هذاك عمل لافوكا نتاعي في قضيتي انا مع الجامعه خسرها ولا ربحها خسرها بالطبع يخسرها دونك نخلي طارق ذياب بيان سور باهي طارق ذياب كريم حقي ايوا بحبوحك كريم بحبوح تحفون ياسا ونحبو ياسا ومن احسن اللاعبين اللي رفعوا غاية تونس في الخارج الى في 11 او 12 ans في الالماني وكابيتان ديكيب وصل كيما بيا زاد نحييه زاد بيا مش محلل مش محلل مازال اي كومونس وعنده افكار محترمه جدا باهي دونك نخليو طارق ذياب الاختيار الاخير اي طارق ذياب نبيل معلول افضل حبي. محلل حبي ولدي صاحبي حبي راهي كلمة قوية برشا هذاك سي نون دو كونفيونس
هذاك البرادوا نتاعي وقت انا في المنتخب. انا لنسيته في الاسبيرونس هذاك. انا لنسيته. كيما نسيت خالد بن يحيى وكيما نسيت فلان بذراعه لاعب كبير. ما هو صغير بدا بلاعب صغير. يجب يلقى العين اللي تشوفه باش تزيد دزو. هو مش مزيا انا كي نسيته راهو. مش مزيا حتى مدرب ما يعمل مزيا على ملاعبي. اما يعرف بالعين بالنظر كيفاش يلانسيه كيفاش يحطه كما في الفرقه النحاسيه هذه ماهيش نحاسيه هذيك ماهيش نحاسيه الفرقه هذيك على الاخر هذيك فرقه وتريه النحاسيه نتاع نتاع الطهور الموسيقى لا الفرقه هذيك ما يدخل لها كان الناس اللي تعداوا على مراحل ثم يجيوا لهذيك باش اون فاس دو بوبليك دونك ما بين طارق ذياب ونبيل معلول شكون نختار؟ نبيل معلول المحلل الرياضي الافضل بالنسبه لمختار تليلي هو نبيل معلول بدو جو نلعبوا مع بعضنا لعبه ركح الطاوله نلعب ركح البلاد مش الطاوله برك البلاد الكل ركحوها زعما رد بالك راه اللعبه هذه لعبه صعيبه ياسر اي وانا نحبك انا الصعيب ما نحبش السهل مختار تليلي ركح الطاوله مختار تليلي ركح الطاوله هذه كانه ماتش اي لازم الطاوله ما تطيحش لازم تحافظ على التوازن جاي خليت لك الموف اي لونك المفضل اي المفضل اي ونحب اللي يحبه اللي يحب الموف هذا ويستعمل الموف انا نحبه افهم كيف تحب وافهم كيف تحب انت اكثر رئيس تحبه في تونس الكل شكونه بوقيبه وزي وشكون قبل بوقيبه قبل بوقيبه خلق تونس وخلقنا هنا ونحيي القمل، نحلل القمل الكل ودوانا وتربينا وقرانا وعمل لنا كيفاش نسويه وكيفاش نكرهوه. وردنا بلاد وردنا دولة وردنا رجال. وبن علي؟ بن علي كمل المسيرة هذيك وعمل خلانا 5.7 بوان في النمو نتاعنا. يعني. فما كلام على بن علي في كتابك؟ كيفاش قابلته؟ قابلته 3 مرات. أحلى مرة قابلته فيها؟ أحلى مرة؟ لا أحلى مرتين. إيه؟ مرة وقت في الأقصان عرفتوا اللي يفهم سألني على الكرة سألني على التعليم اي طلب البدنية طلب البدنية سألني اي وجاوبته عرفتوا اللي يتبع في كل شيء ما مفلت شيء اي قابلته المرة الثانية وقت اللي باش مشيت هو بعث لي صبيت على المنتخب التونسي اللي خرج ضد المغرب وعلى المدرب وعلى الجامعة صبيت حكيت له يعني ما هو احنا التوانسه اللي يحكي يسميه صباب. شو عمل له انا؟ صبيت لبن علي؟ حكيت لبن علي على الخوار اللي صاير وقتها قبل ان نخرجوا مع المغرب، لا تخرجنا المغرب عام 93. ايه؟ وبعد جمعه اش كيفك على الصبه؟ النهائي نتيجه الصبه نحى المدرب الوطني بن علي نحاه ماهوش الجامعه نحاته. السبب بتاعك انت لا حكيت له الحقائق حكيت له الحقائق كيما انت الباهي فيك انك الحقائق على كيفي انا على كيفك انت على كيف تواصل كلنا كي تواصل كلنا رد بالك اللي طيح الطاوله رد بالك عاد هذه بدات تزلق الطاوله هذه رد بالك اي وش هي المكافاه نتاع الصبه يحبني بن علي هذاك هو يحبني من جد يحبني اي وها نقول لك حاجه اخرى 2007 كي طلعت من التريبين اوفيسيال بعد ماتش الكوب وشوش معايا حتى ما شفنا بن علي وشوش مع حد ما وشوش كان معايا انا وش قال لك في التوشويش؟ قال لي كمل عيط وقول اللي تحب عليه وانا معاك وشو هو سر هذا الحب غير المبرر؟ على خاطر انا نحب الدوله ولد الدوله أنا تونس كونتني وتونس قراتني وتونس بعثتني لفرنسا وتونس كونتني وبديت السلوم من الأول لخر ما جيتش باراشوتين من فوق مازال عندي شوية ريفلكس لا أمورك هانية أمورك هانية ما عطاك شيء بن علي؟ ما عطاني شيء، أعطاني المنتخب نهار 7 نوفمبر 1988 أنا خذيت المنتخب. دونك أنت أنت معناتها فيرسون
يونسون هذا ابن التحول المجيد. ليه؟ مش أنا وحدي ابن التحول، التوانسة كلنا ابن التحول. عاد أنت أكثر. لا أنا أنت أكثر استلمت مكافأة. أنا مقارب شوية، سيتو أحسن انترفيو في عمري في حياتي اليوم. خاطر بلاش جواندوات وبلاش ماسك وماهوش سؤال جواب، هذا نلعبوا في لعبة ونحكيوا على التاريخ. حتى حد ما عملها كان هادي زعيم. صفقه عاد. لا والله انا غزتك خايبه هذه، تخوف غزتك هذه تخوف. بربي مدرب في تونس قداش كنت تاخذ؟ في تونس قلت لك اكثر من الراتب نتاعي خذيت 8 ملايين. خاطر انا في الايامات الاخر اجي. منتخب دربته ب 3 ملايين. أنا منتخب دربته ب 3 ملايين. عام 89. لا مش هذي، مش هذي. تحب تطيحها؟ حطيت أنت؟ إيه. الرؤساء بعد الثورة ما عندك بهم حتى علاقة؟ بجبوج الله يرحمه وينعمه. بابا هذاك. هذاك هو. هو اللي عيط لي باش دخلت النيلة تونس وكنت حاضر معاه في المرحلة الانتخابية نتاعو كلها، كنت أنا حاضر معاه في الصف الأولاني. يخدم بيك؟ لا نحبه أنا، وحبينا حبينا الحزب اللي باش يعمل إيكيليبر. يا أخي الحزب هذا ما عملش إيكيليبر، عمل ديزيكيليبر في وقت بعد ما مشى البجبوج الله يرحمه وينعمه. شربحت من البجبوج؟ حتى شيء. يلزم ينصدقك؟ لا يلزمك تصدقني، بيان سور يلزمك تصدقني. خاطر انا لو كان خذيت حاجه انا قلت خذيت. مناش خايف انا وانا خذيت. تو باش تطيحها؟ انت باش تطيحها مش انا. انت باش تطيحها قلت لك. طيب تو باش نلعب لك لعبة لعبة الحلاب. لعبة غرغر يا غراب. تعرف ال هيا 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 وراك تقولها عندها موسيقى على الاخر. لو كان ما يقولش الياه هذيك لو كان ما نقولش الياء هذيك ما عادش مختار. خلينا نحكي لكم نكته يا جماعه. انا ما نقولش الياء. ما نقولش الياء ما ننطقهاش. الله يسامحها امي ما علمتهاليش. باهي. وقت اللي انا جبت الولد ولدي مشعل قلت لها اول حاجه تعلم ويقول الغاء باش ما يطلعش كيبوه. وقت اللي ولا يقول يا قريت صفقه واحد يعني. أي غرغر يا غراب أو باش طيح. لا باش طيحها تو انت مش باش طيحها حتى انا قعدوا صغار عندي. هيا مازالت 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 هي هي زمان تيح الكل. ايه انت ضدي؟ تخيل. العب لي العب لي العب لي العب لي. هاي الاخرة وانا هاي الاخرة انا اصغر. هاي سيب سيب طيح. لا هذيك بتاعي انا.
اسمه طايح مرفوع. هذا تاعك انت. اي طايح مرفوع. نكملوا بالطايح مرفوع. شو؟ شو؟ هز الاخرى. لا هز واحدة نهز هذه هذيك زينة هذيك هذيك الطيح هذيك. راني ننغر كي نخسر انا راني. انت كيما تروب موفي باردا؟ اي على الاخر. كيما مختارت لي. هو هو هو. غير غراب. شو خليت لي؟ نعرف شو نعمل. برافو برافو برافو. هذا الجزء الأول من اللعبة. الجزء الثاني تو العكس، وشكون يطيح؟ شي حزنة تو هذي. اغسل. سهلة على الأخر. ما عادش يهم كلها تو هاو. لا ما عادش يهم. ما عادش يهم كلها. شي طيح؟ شي طيح؟ اسمع في هذيد تمس تهز. ايه ايه باش داكور كيما فرامي اللي طايميها ما عادش تمسها. هاي ابو اختار هاي نحلك على بخرة بخرة. لا 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 والله ملعب يا مزلت تكتك ها شوية على قد عمين تكتك. كاو 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 هز هز. مات هيا. استوي الطاولة هكا هكا في السويت هذا هو. اجل هذه لعبة شطرنج هذه هذه لعبة شطرنج هذه. هاو طيحها هاو طيحها هاو طيحها هاو طيحها هاو طيحها هاو طيحها 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 طيحها. اوف لاها افتح هذيك لاها افتح على كفها. كل قاعد الكبار وكل هز النحل الكبيرة الحكمة تبهك العبارة تطيح. أنيق اليوم مختار كوم دابيتود في نفس التلفزة أنيق هذا وما يلبس فيا حد لبس في روحي وبنتي تلبس فيا. قديش عندك صغار مختار؟ عندي مشعل مولود في مكة سهاء مولودة في مكة ومهدي ربي فضلهم لك عيشك. وعمرك قديش؟ 79 سنة. أنت مواليد برج؟ شو قولك يا جماعة؟ صحيح عمري ولا مزيف؟ مواليد أكتوبر 8 أكتوبر كان عندي. برجك شنو؟ بالانس. بالانس أنا بالانس أنا لو بدي كومبومي أنا ديما في الوسط هكا نعرف نعوم نعرف نعوم نعرف نعوم نعرف
تعرف من أين تأكل الكتف؟ نعم، هاو مازال مست في الطاولة من شوية. إيه سهل توا توا كعبة بكعبة. أنت لخف شارع هنا مشات معاك. قوة الرب يا عايشك مختار تليلي ركح الطاولة. مختار تليلي نشكرك برشا، بارك الله فيك. نذكر انه الكتاب نتاعك باش يخرج نهار 6 مارس. نتمنى لك النجاح والتوفيق، وان شاء الله الكتاب هذايا يكون فرصة باش نراجعوا برشا حاجات في رياضة كرة القدم في كونتنا. نشكرك برشا، وانا نحب نشكرك انت ونشكر خاصة سامي الفاري اللي انا توا مدة قداش قلت عام ونص تعهدت باش نجيب حداكم باش وربي يفرج عليه ان شاء الله. ربي يخلص وحله، ربي يخلص وحله ونحيوه من هنا، وانتم دائما متألقين يعيشك تواصلوا يعيشك. ما نجمش نخليك تروح من غير ما نهدي لك التليفون نتاعك. ايميدي جي. بارك الله فيك. هدايا ألف مبروك. بارك الله فيك. كادو نتاعنا، يعطيك الصحة. يعيشك. شكرا ليك، تحية كبيرة. مختار تيلي المايسترو. الجمعة اللي فاتت قدمنا لكم لمارك إيميديجي، علامة تجارية صينية عالمية تقدم في منتوجات محترمة مقنعة في صناعة الأجهزة الإلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة والساعات الذكية. الوكيل الرسمي المعتمد في تونس هو تونيزيان ليدنج إنوفيشن المعروفة بالتي إل إي، وهي المسؤولة على مصلحة ما بعد البيع. حكينا لكم زاد على الأسيت إس اللي يسومه 349 دينار والأسيت برو اللي يسومه 499 دينار. وكما وعدناكم الجمعة اللي فاتت عملنا مسابقة باش نربحوا شخص يمشي لتركيا ويهز معاه إنسان عزيز عليه. بعد القرعة اللي أشرف عليها الأستاذ عادل المنفذ فوزي القرفالي اللي ربح معنا هو صبري ونان من جيبس. مرحبا صبري. ألو عسلامة. مرحبا بك يا صبري. عايشك بك عايشك. به صبري، أنت معنا في فكرة سامي فهري مسابقة إيميديجي تونيزي. بعثت انت وشاركت في المسابقه هذيا، كيفاش فقت بالمسابقه وكيفاش لعبت؟ والله تفرجت على البرنامج نتاعكم في كسامي فهري. اي حبيت نشارك على الفيسبوك، لقيت على الفيسبوك شاركت وربحت. الف مبروك. شكون باش يمشي معاك؟ المدام تاعي ان شاء الله. انت والمدام ماشيين لتركيا؟ اي ان شاء الله. باسبوراتكم حاضرين؟ اي ان شاء الله. اي ما تنساوش تليفوناتكم تهزوا باش تصوروا وتنجموا زادا كيف تكلموا الناس اللي عزاز عليكم، وان شاء الله يا ربي مع ميدي جي ديما رابحين. دونك نتمنى لك التوفيق وان شاء الله سفره ميمونه، والف مبروك. الف مبروك. انتم زادا كيف اللي تتفرجوا فينا، نزيد نذكركم ان حظوظكم وافره زادا كيف الليله باش تربحوا. واليوم كما وعدناكم فما زوز برودويات جدد تقدمهم لكم ميدي جي تونيزي، الاسيت والانوف برو اللي تتفرجوا عليهم تويكا، ونبداو نشوفوا خصائص الاسيت. سوم الأسيت 449 دينار، وتوا نشوفوا مع بعضنا مميزات الأنوف برو. موسيقى
أنوف برو مجهز كما شفتوا بأربع كاميرات فيها تقريبا كما الأسيت إس، مقياس حراري عالي الجودة، ينجم يخلي أي إنسان يقيس به السخانة ويشد نهار ينشارج، سومو 689 دينار. بميدي جي تونيزي مازال عندها برشا جديد، برشا جديد يستنى فيكم إن شاء الله، باش يتم إطلاق فئة جديدة من الهواتف الجوالة واللي تصنف راجيت برودكت، واللي هي مقاومة للماء وللغبرة والصدمات، داس بروف واتر بروف. بقية الخاصيات تلقاوها في الصفحة الرسمية على فيسبوك بميدي جي تونيزي. ما تنساوش السمارت واتش مناجل إيتانش، يعني تقاوم الماء، تشد 15 يوم شارج، وعندها برشا خاصيات أخرى كيف كيف يتم الإفصاح عليها على الباج فيسبوك بميدي جي تونيزي. الجمعة هذه باش يربحوكم دو فواياج للمغرب لزوز أشخاص، مش هذاك هاو، بميدي جي تونيزي تزيد تهدي لكم تليفون بخلاف البيي باش تنجموا تصوروا وتكلموا العزيز عليكم على راحتكم، باش تشاركوا في المسابقة الجديدة ما عليكم كان تدخلوا للصفحة الرسمية على فيسبوك وانستغرام بميدي جي تونيزي وتتبع القوانين المنصوصة عليها، وحظ سعيد للجميع. عملية السحب الخاصة بالسيارة جولف سيت باش تصير السبت جاي اللي بعده، السبت 6 فيفري باش يكون الموعد الخاص بعملية السحب الخاصة بالسيارة متاعنا. انت اللي تفرج فينا حظوظك تنجم تقويها كيف تبعث لنا SMS، تكتب عليه حرف A على الرقم 85810 85810. تنجم تبعث من توا SMS سوم السيارة متاعنا الجولف سيت 92,980,000، تنجم تكون من نصيبك، تنجم توا تاخذ تليفونك وتبعث للتذكير، فإنه السحب باش يصير نهار السبت 6 فيفري. حظ سعيد للجميع.